رجاله ورايا وراكي تاني. قولي له ضيق خطوته شويه. قول له انت، بالتاكيد هيفهم كلامك. على مهلك شويه يا صاحبي. ها بصراحه بلدكو دي في منتهى الجمال، ما كنتش اعرف انها حلوه قوي ولا بالجمال ده كله. متهيألي مش هسيبها ابدا. انت ما بتردش ليه؟ نفسي اطمن، احنا هنتفق سوا ونبقى حبايب، ولا انت مشغول بغيري؟ ها؟ وما دام مفيش في حوافرك دبله، قصدي في صوابعك دبله، يبقى ايه المانع انك تكون حبيبي وانا حبيبك؟ ها؟ ما بترديش ليه؟ يا حياتي؟ ما بتردش ليه؟ ايه؟ خليك هنا يا برح، اوعى تمشي. ها؟ ايه؟ في حاجة؟ طب قوم قوم عشان تحرم تعاكس بنات الناس. مش هحرم. يا سلام. طب امشي. على مهلك. اتسند عليا. وصلنا بدري كده ليه؟ انت ما تعبتش؟ معقول اتعب من الهنا اللي انا فيه ده؟ يا حماده! حماده! صاحبي اسمه عبد السلام خفاجه مش حماده؟ حماده ده يبقى اخويا. والله عال قوي، ده احنا نبقى قرايب، اصل انا وانا صغير كانوا بيدلعوني بحماده. يا سلام. يا حماده! يا حماده! انت يا ولد يا مقصود الرقعه! يا حماده! انا ولد يا ريت اشوفك تاني. ليه؟ ليك اصحاب تانيين عايزني ادلك عليهم؟ من لا احباب ونسى اصحابه. يعني كمان ليك حبايب في الفيوم؟ حبيب واحد اتعرفت عليه النهارده. ها؟ نعم يا ابني. الاستاذ احمد صديق الاستاذ عبد السلام. شايل معاك جورنان انت كمان؟ ليه؟ اصل الاستاذ عبد السلام ما بيشيلش عينيه من على الجورنان. اصله بيحب ال ما انا عارف. عارف ايه يا ولد عيب؟ بيحب الثقافة قوي قوي. اتفضل اهو. انا همشي بقى. سعيدة. ليه؟ يلا يا برا. استني يا لول هروح معاك. بقول ايه؟ لو تاه مني عبد السلام الاقيكي فين الساعة كام؟ يدوق ايه يا استاذ؟ زي توه البلد. مع السلامة. انت تعرف ليلى منين؟ تعرفها منين ها؟ اما ليلى الذوق صحيح. طب قول لي الحمد لله على السلامة، انت ايه اللي جابك؟ يا باي على المقابلة اللي زي الزفت يا باي. والله يا اخي البت دي اكرم منك، ولا اعرفها ولا تعرفني، وجابتني وراها لغاية هنا. وراها؟ ايوه. والناس شافوك وانت وراها؟ ايوه. وعرفوا انك صاحبي وانت وراها؟ ايوه. وبتقول ايوه كمان. الله. وبتقول ايوه كمان. وبتقول ايوه. الله. وبتقول ايوه. وبتقول ايوه. اهدى يا عبد السلام، حرام، لا تموت في ايد نفسك. اللي جيت وراها دي بنت عمي مسعود البرجاوي اللي عايز يتجوزها، اللي حاكم عليها في الشباك اللي بيطل على شقتها. مره شاف واحد يبص لها فقع له عينيه الاثنين. يا
الاثنين؟ ودلوقتي يا ولد ده ماشي بعكاز. ده في يوم ضرب 20 نفر عشان خاطرها. عشان خاطر بقى شقطهم لبعض زي ما يكون بيلعب كوره وبيلعب كاراتيه. شوف الحلاوه. يعمل كده يوقع اربعه، يعمل كده يوقع خمسه، يعمل كده يوقع سته، وبيقسم وشغال. ولا عاوز تخوفني عشان ابعد عن بنت عمك؟ وشرف الاخوه والزماله والطفوله المشرده ان كل كلمه بقولها عليك يا مسعود صح. خدها من قصير وارجع مصر اتكل. يا نهار اسود، مسعود جه، مسعود جه، مسعود جه. ايه اللي معاه دول؟ ما هو عنده مكتب سياحه حلو. حلو قوي وكبير، في انتيكات واتوبيسات وجمال وحمير. جميل. هو ايه ده اللي جميل؟ هنبقى اصحاب 100%. مسعود بيه، راح فين يا مجنون؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمك. ان شاء الله تكون اتبسطت في الرحلة قوي. مسعود بيه. ايوه. إيه؟ انا احمد. اهلا احمد بيه. اهلا. اهلا وسهلا. احمد مين؟ احمد مين؟ احمد ابو العز. اهلا ابو العز. اه ابو العز. اهلا اهلا، شرفت. ابو العز مين؟ بدون ازعاج ممكن اكلم سيادتك كلمتين؟ اتفضل. انا عندي زباين مهمين قوي، بنتين اجانب، ديانا وماريا، هم منتظرين في الاوبرش، وكان عندي عشم ان مكتب سيادتكم العظيم الخبره هو اللي يفرجهم على معالم الفيوم الاثريه. انا ومكتبي تحت امرك. الله يخليك. ولد ربيع، هاشم. نعم يا مسعود بيه. هات العربيه وخد احمد بيه وديه الاوبرش. ايه؟ لا 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 لا، انا عندي مشوار مهم. يروح هو، هتلاقيهم في اوضه 38. ها هتعرفهم لوحدك لانهم اجمل بنتين هناك. يبقى خليك انت يا هاشم، انا اللي هفسحهم بنفسي. عندك حق، عشان اللي يفسحهم لازم يكون وشه سمح زي حضرتك وكله رجوله زي حضرتك. الله يخليك يا احمد. كله رجوله. اسمهم ايه؟ تعال تعال. ديانا وماريا. اوضه 38. ها يلا على قرش يا عزيزه. يلا. عبد السلام خباجة، مدرسة حميدة خاصة. اطلبيه في مدرسة، خليه يجينا هنا. اوكي. ها هلو. اتفضل يا فندم. الو، انا جاي من طرف الاستاذ احمد ابو العز. اتفضلي مسيو، انا كنت لسه هطلبك. طيب اهلا وسهلا. ديانا، ميسو خباجة في الريسبشن. اوكي. انتري. هلو. كان فيسا. يا اختي عليه ولا شربعته. الفهم لك فرجه. باين عليك زغيب زي صاحبك احمد ابو ليز. وفي احلى من اللطف والظرف والانسانيه. وحضرتك بقى ديانا ولا ماريا؟ حذر فذر، انا ابقى مين؟ يخرب بيتك يا نفيسه. نو نو، انا مش نفيسه، انا ماريا. وانا ديانا. قمر، علي النعمه احنا مش جوازين غفر. بس احنا زعلانين منك قوي، انت وحشه مخاسمينك. اصالحكم فورا. ادي دماغك اهي. وانت مريح، حقك عليا، حقك عليا والله، ادي دماغك اهي.
اصل ما استحملش اشوف حد زعلان مني واسكت. لازم وحتما اصالحه فورا. طب ممكن احنا نغير هدومنا؟ قوي قوي اتفضل. اتفضل انت في صالون مسيو خفاجة. مسيو خفاجة؟ خفاجة انا؟ انطري. العواف عليكم. احمد. خمدل يا سلامة. خمدل لسلامتك. الله انت عرفت تيجي لوحدك؟ كنت عاوز كلام يا احمد جيه. اصل لقيت نفسي هتاخر عليكم فبعت لكم الاستاذ مسعود. مسعود؟ اه. مش هو ده مسيو خفاجة؟ لا 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 عبد السلام خفاجة مشغول في المدرسة. انما بقى الاستاذ مسعود بيه ده خبير ومتخصص في الفسح. تورست درجة أولى. ما تيجي بقى نقعد في الصالون على ما يلبسهم. اه أوي أوي. باي باي ديانة. هاي. هاي بيبي، أنت سرحتي في إيه؟ ناس عال قوي. حسابهم عندنا. تجيب واحد يا أحمد بيه. واضح. أنا شايف كده إن حضرتك معجون بمية إنسانية. ده من كرمك وظرفك. متهيألي كده زي ما نكون قرايب، كنا قرايب. هنبقى قرايب. أنت باين عليك ابن حلال قوي. بقول لك ايه؟ الخدمة اللي تعملها لي انك ما تسيبهمش لحظة واحدة. تفسح فيهم ليل ونهار. ولا يهمك، مش هفارقهم ولا ثانية.